سمح لي، هو ممنوع الزيارة، لكن شوف في برشا مواطنين تحب تزور. هذا قسم كوفيد ممنوع الزيارة فيه. سيرفيس كورونا هذا تردي جزيد، توفي سيرفيس عادي سبيسياليزي مثلا كارديو ولا ميدسين ممنوع الزيارة، خلي في سيرفيس سبيسيال. هذا بعد كورونا يجي مش باش يهز معايا، هو مش باش يهز معايا الفيروس للاكستيريور. شو نعمل ليها احنا تو هذيك لا بروباغاسيون في الصال تاع الملاذ؟ خليو في المرضى يدخلوا مالك، احنا ايش عاملين شي؟ ايش عاملين شي؟ نخطف في الملاذ ونشوفوا لي بزوا نتاعو، فهمتي؟ مش نقعد نخدم انا عساس ونخدم كل شيء ونفرق الفطور وننظف الفرش نتاع المريض، ما نجمش. فما طاقه معينه نخدموا على اعصابنا، رانا بالحق اعصابي متوتره على الاخر، مانيش نخدم في كونديسيون عاديه باش نعطي هنا. دكتور انا في قسم كوفيد وثم برشا مواطنين وبرشا زيارات، الزياره ممنوعه في قسم كوفيد. نورمالمون الزياره ممنوعه في قسم الكوفيد، ونقول للمواطنين كل راهي الزياره ممنوعه في قسم الكوفيد. ها وقت يزوروا اهلنا مش المشكله بتاع الكورونا، علاش تفشي المرض هذايا؟ حيت الزيار هذوما يجي يزور المريض نتاعو، يهز العدوى بعد يركب في تاكسي يمشي للمرشي، يمشي للفريب، يمشي يقرا، يتفشى المرض في القيروان. هذا السبب هو قسم الكوفيد هذايا. لذلك نطالبوا احنا بالحراسه، راهو يلزم عوائل الحراسه يجوا يخلوا حد يطلع لهنا، احنا نقاسيو كل نهار مع الفيزيتور هذوما، ويلزم توفير زاد شكون ينظف المرضى، شكون يقعد تحت المرضى، شكون ينظف لهم، خاطر هما هذاك علاش يجيو الزيار هما، هما يجيو حيت ما يلقاوش شكون يتلهى بابوهم وامهم، ما يلقاوش شكون يتلهى بهم. يعني الزاير يجي باش يتلهى بابوهم باش يتلهى بابوهم، حيت احنا ما عندناش اعوان، ما عندناش نقص فادح في الاعوان هذايا. كثونا راهو مش باش ننهاروا، راهو سيي، راهو بلوكي توا احنا توا. وضع تعيس للغاية، بالحق. أنا أمي موجودة وغيري أخوه وغيري أبوه، وشكون ثم فريم لي واحد مش قاليش مش قاليش مش كان راهو المقيم لنا مع المريض نتاعو يعوض الفريم لي، بس كي نحلها حالة تعكر صحية هاني مش يجري للطبيب. هذاك علاش مقيم هنا بورقتنا، راه مقيمين هنا، أي واحد مقيم مع المريض ياخذ ورقة من الطبيب. حتى سجكارت ما قاليش فيه حل، راهو باش يدخلنا بورقتنا وما قاليش فيه حل. بارك فيك دايما الله، دايما ربي، دايما ربي، دايما مستحيل باش واحد يدخل هنيك. اما الوضع صعيب، الوضع صعيب، الوضع كارثي، مش صعيب كارثي. راه في النهار كامل القروان تسمع كل شيء، الامبولانس تعيط، هذاك مش تسمع، تسمع حتى شيء اخر، كل شيء الامبولانس بالاستعجالي يبدا لا الكريسي على الكريسي بالاستعجالي حتى للفسقيه غاد، والناس على الكريسي والشمس ودبس الاكسجين بالرجلي، بنسى كي دبس الاكسجين وهو يستنى، شوف يديروا بلاصه شوف ما يقولوش. الله غد، الله غد، هذيك هي عبد الرزاق.